معكم محسن الحارش 31 عام، كبرت في هذا الحي ديال الكورس وفنيت اسيا طبيعه الحال. الفكره يمكن ماشي اول واحد بداها، بداوها بزاف، غير هي ما بديناهاش بنفس الحاجه، فهمتيني؟ يعني اغلبيه داروا هاد لي سناك موبيل، يعني كاين اللي دار لي كافي، كاين اللي دار الماكله كله، وكاين اللي دار زعزع بلدي. انا في الاول بديت بزعزع، من بعد زدت الخبزه، كيسموها الخبزه المجنونه. شنو السر ديال الخبزه المجنونه؟ والسر ديال اول حاجه ما كايناش في اسفي، اول مره غدار في اسفي، وهي عندها شعبيه كبيره في بزاف المدن، لا في الشمال ولا في مدينه مراكش، عندها شعبيه كثيره والناس كتعطاو لها. غير مازال مدينه اسفي الله بدات مكونات باينين وواضحين، يعني اغلبيه الناس كيكونوا يعني كلشي كيبان قدامه، بحال البطاطا مسلوقه، البيض مسلوق، كاين الزيتون، كاين الكاشير، فرماج، الروز، يعني شي حاجه اللي هي باينه، ما غاديش يحير. كتشوف على عيني، يعني ما غاديش تبان لي شي حاجه اللي غادي تخلع منها ولا، يعني داكشي كلشي كيبان على عيني، كلشي عادي. دقه كي تقبل في الاول ما كانش كتبان لي داك خديده البطاطا والبيض، كتجي شويه غريبه، ولكن من بعد ملي كيدوق كيعجبو الحال كيبقى حتى كدير الكليان ديالك، كلشي كيبدا غير بشويه دقه. بطبيعة الحال راه عندي ديبلوم ديال كونسيكسيون ميتاليك، ويمكن عندي تجربة ديال 9 سنين، غير الوقت ديال كورونا كانت زيرت كل شيء، يعني كتخليك تريح، ما كتخليش خدام. وبطبيعة الحال بنادم 31 عام اللي خاصو شي حاجة تكون ديالو، داكشي علاش متجهنا لهاد التجارة. لي سناك موبيل أحسن حاجة، إن غير يعني غير الواحد يتشجع ويديرها من الآخر، يعني باش تكون واضح معايا، الا كان شي واحد فريمون اللي هو كتعجبو هذا الميدان هذا يدير. هذه هي النصيحه اللي نقول. اهم حاجه فيه هي الثقه والنقاء، ضروري تكون شي حاجه نقيه والثقه، يعني تخلي الناس يثقوا فيك. بالاضافه للخبزه كاين عندك ثاني تزعزع؟ كاين زعزع بلدي، تاش كان عليه اقبال كبير، معروف هو في مدينه، ماشي غير في مدينه اسفي، يعني معروف بزاف المدن، كازا، فاس، مراكش، فهمتيني، فين ما مشيتي كتلقاه. وبطبيعة الحال عنده حتى هو مكونات كاملة مزيانة، بحال الشوفان، بحال الإيلان، الروز، القمح مفسخ ولا الزرع مفسخ، وبطبيعة الحال معاه البنان والشكلاط، كتزوق، ما كذبوش، راه ما كايناش الخدمة. إلا جيتي تشوف كتلقى الأمور شوية صعيبة، باش تخدم كتلقى الأمور صعيبة، ولكن اللي باغي يصوفي راسو كيتشجع. كاين شي أمور بحال دابا في الأول باش تقول لي أنا بدا كتجيني صعيبة، فهمتيني؟ صون تجربة، فهمتيني، هذا الميدان بعيد عليك، بزاف الأمور كتجيك غريبة، كتخصك بزاف تشجع، فهمتيني، بزاف شوية الثقة وكتزيد. هي غير داك الدقة الأولى اللي كتكون صعيبة، ملي كتبدا صافي كتما غادي. كاين شي عراقيل؟ بطبيعة الحال كتلقى عراقيل باش تبدا، كتلقى عراقيل، فهمتيني، ديال بزاف الأمور، ولكن كتصبر، راه ماشي بالساهل باش دير بلاصة ولا باش دير كليان ولا باش، ولكن كتصبر دقة دقة. بطبيعة الحال إذا كان الطموح ديالك كبير غادي تفوت هادشي، كتبقى غادي مع دقه دقه تتفوت. بطبيعة الحال راه ما بقيتيش فهمتي في لاج ديالك، ماشي شي واحد صغير اللي غادي يتسنى والديه يصيروا عليه ولا، فهمتيني، تشجع في الاول، راه كتخرج تقلب على راسك باش ما كان. بطبيعة الحال المدينه عندنا حنا محدوده، ما فيهاش بزاف فهمتيني، ما فيهاش بزاف فين تمشي تقلب، ما كاينش، ما عندناش شركات، ما عندناش بزاف الحوايج. ما نكذبش عليك، في الاول اتجهت المرسى، كتمشيت كنقلب على راسي وهذه، ولكن كتبقى غادي دقه دقه، الا المهم كتقلب على راسك وصافي، كدور معاه تتلقاه. الحمد لله حنا بادين، كن باقي الله قلنا بسم الله، ولكن الحمد لله. المهم كتقول بدايه مزيانه. رساله للشباب هي اللي قلتها في الاول، اهم حاجه هو انه يبدا باش ما كان، ماشي بالضبط تلقى العراقيل صافي وتعكس، بدا فاش ما حاجه بغيتيها بدا فيها صافي من الاخر. انا في حي الكورس، الشارع الرئيسي هو هذا اللي فيه السناكات، فيه الحوانت، فيه كل شيء. اللي قال لهم محسن خبزة المجنونة غادي يلقاني، مرحبا بك.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.